بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة شنطة، شنطة شيك جدا وسهلة ما فيهاش اي حاجة. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وهنشوف هي هتتعمل ازاي. طيب انا هنا مستخدمة معاها خيط كلين، ده كلين تركي، تمام. ده بيبقى شكله، بس تقدري تستخدمي معاها اي نوع خيط يعجبك. هنبدأ بدايرة سحرية وهعمل فيها 6 غرز حشو. طيب ده السطر الاول. السطر التاني عبارة عن تزايد، فوق كل غرزة هنعمل غرزتين اتنين، بس هنعمل نص او غرزة منهم من الغرزتين دولت بشكل مختلف شوية، وهو ده اللي هيدينا شكل الشنطة. فالاول هقفل بمنزلقة فوق اول حشو، انا بقفل بمنزلقة بس هتكون خلفية، بدخل بإبرتي من ورا وهسحب الخيط بتاعي. هرتفع سلسلة عشان ابدأ السطر التاني، وانا هنا دي اول غرزة عندي، هدخل بإبرتي من تحت الغرزة، تمام، وهسيب الخيط وهدخل تاني في الدايرة السحرية. اتأكدوا انكم بتشتغلوا على الخيط بتاع الدايرة عشان هنعوز نقفلها تاني في نهاية السطر. بقى عندي 3 خيوط على الابرة، هسحبهم الـ3 مع بعض. ارجع تاني لنفس الغرزة وهعمل فيها حشو، تمام. طيب ده تاني حشو، هعمل تاني غرزة تاني، هسحب الخيط من تحتها هسيبه على الإبرة وارجع تاني اسحبه من قلب الدايرة السحرية واسحب الخيط بتاعي. ارجع تاني لنفس الغرزة واعمل فيها حشو. مرة تالتة بسحب الخيط من تحت غرزة الحشو، بعدين اسحبه من الدايرة السحرية وهكمل الغرزة بتاعتي، او بسحب الابرة الخيط بتاعي من الـ3 خيوط اللي كانوا على الابرة وارجع تاني لنفس غرزة الحشو واعمل غرزة حشو. مرة كمان بسحب الخيط من غرزة الحشو، بعدين اسحبه من الدايرة السحرية، عندي 3 خيوط على الابرة هسحبهم مع بعض، ارجع تاني لنفس غرزة الحشو واعمل حشو. مرة كمان واخر مرة. انا كده خلصت السطر التاني، هقفل الدايرة بتاعتي كده، كمان خلصت السطر التاني، تمام. طيب ده عندي نص عمود، تمام، وده الحشو. هقفل بمنزلقة خلفية فوق الحشو، هعمل سلسلة ارتفاع وهبدأ السطر الثالث. طيب هدخل من تحت النص عمود وهسحب الخيط. طيب هكمل غرزتي ازاي؟ هكملها من تحت الحشو اللي قبله، ده الحشو اللي قبله، هدخل هنا، تمام، هكمل غرزتي من الغرزة اللي قبلها عشان يديني الميلان بتاع الشنطة.
هدخل من تحت الغرزة، غرزة الحشو اللي كانت في نهاية السطر، وهكمل غرزتي مرة تانية عشان انا هعمل تزايد في الغرزة دي. في السطر ده عندنا فوق غرزة فيها تزايد وغرزة مفيهاش تزايد، تمام. مرة تانية من تحت الحشو وهسحب الخيط وهكمل الغرزة بتاعتي. طيب ده الحشو، انا عملت واحدة نص عمود وواحدة حشو. الحشو هدخل من تحته وهسحب الخيط، وبعدين ادخل من قبل النص عمود، هنا في حشو تحتي، هدخل من تحت الحشو، شايفين ده الحشو، هدخل من هنا وهكمل الغرزة بتاعتي. طيب انا كده عملت تزايد، بعدين واحدة ما فيهاش تزايد، اللي بعديها هيكون فيها تزايد، ومن تحت الحشو وادخل وهكمل الغرزة. ومرة تانية عشان الغرزة دي فيها تزايد. ده الحشو، وادخل من قبل العمود النص عمود، وبدخل من تحت الحشو اللي كان في السطر الاول وبسحب الخيط. الغرزة دي ما فيهاش تزايد، هنا اتنين، هنا واحدة، هنا هيبقى فيه اتنين غرزتين يعني. بدخل من قبل العمود اللي قبليه من تحت غرزة الحشو اللي في السطر الأول. اخر غرزة، ده اخر حشو تمام اللي احنا اشتغلنا تحتيه التزايد الاول، وده اخر نص عمود هدخل من جنبه وهكمل اخر غرزة عندي، تمام. انا كده خلصت السطر الثالث، هقفل بمنزلقة. ده اول نص عمود وده التاني، هدخل من تحت التاني وهقفل بمنزلقة خلفية، ارتفع سلسلة وهبدأ السطر الرابع. طيب هدخل من تحت المنزلقة
وهسحب الخيط بتاعي، بعدين ادخل من قبل اخر عمود، من قبل اخر عمود في السطر اللي قبليه، واسحب الخيط مرة تانية. طيب في السطر ده المفروض نعمل تزايد مرتين، تزايد بعدين مرتين مفهومش تزايد، او غرزتين مفهومش تزايد. طيب يعني السطر ده او الغرزة دي هيبقى فيها تزايد، مرة تانية من تحت المنزلقة وهسحب الخيط، بعدين ارجع لي اخر عمود كان في السطر اللي قبله، كده هكون عملت اول تزايد. تمام، دي اول او الغرزة اللي بعدها، هسحب الخيط، دي الغرزة اللي بعد كده، ده رقم اتنين. اتأكدوا انكم بتدخلوا من السطر اللي قبل اللي انتوا فيه. يبقى فوق غرزة تزايد، والاتنين اللي بعديها مفيش تزايد، الرابعة هيبقى فيه تزايد، بدخل من اللي قبلها وبسحب الخيط، دي واحد، وارجع تاني لنفس الغرزة واسحب الخيط، ارجع تاني لنفس المكان اللي انا دخلت فيه اخر مرة واسحب الخيط، كده عملت التزايد. تمام، مرتين من غير تزايد، هكمل السطر بنفس الطريقة، دي الغرزة اللي عليها الدور، وبدخل في دي اللي قبليها وبعمل في الغرزة دي تزايد. دي اللي عليها الدور، بدخل من اللي قبليها وبعمل غرزة واحدة، ده اخر عمود في السطر او نص عمود في السطر. تمام، وهقفل بمنزلقة، هرتفع سلسلة وهبدأ السطر الخامس. يبقى علشان بس ما نطولش، انا بمشي على بطرون دايرة عادية. ده السطر الخامس، عملنا فوق غرزة تزايد وغرزتين
مفهومش تزايد. السطر السادس فوق اول غرزة هيبقى فيه تزايد، وتلاتة مفهومش تزايد. السطر اللي بعد كده فوق اول غرزة فيه تزايد، الاربعة اللي بعد كده مفهومش تزايد، وهكذا لحد ما نوصل للحجم اللي احنا عايزينه. اي حجم انت تحبيه تقدري تعمليه. فانا هكمل البطرون بتاعي وارجع تاني. طيب انا عملت الجزء التاني بالظبط قد الجزء الاولاني، تمام. بقي لي بس في اخر غرزة. ودايما في كل سطر اخر غرزة هي بتبقى مستخبية تحت اول غرزة عملناها، اللي هي الاتنين في واحد هنا اللي كانت فيها تزايد، تمام. وبخلصها بقفل بمنزلقة في تاني غرزة عندي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ شايفين الخيطين دولت؟ هما دولت اللي هنبدأ نشتغل فيهم، هنعمل فيها حشو. خلاص، هنا دي اول واحدة، ده الخيط اللي هندخل فيه، تمام. وما تنسوش اول عمود هنرجع هنا تاني ونعمل غرزة حشو بس في نهاية السطر. طيب الاول هعمل سلسلة، وهرجع هنا وهعمل حشو، اول حشو. انا عملت في الشنطة دي 9 سطور، بس حابة اقول ان حجم القطر الشنطة هيختلف معاكي على حسب حجم الخيط اللي انتي شغالة بيه، فعشان كده انا ما بديش عدد سطور معين ان انتي تعمليه، لا، اشتغلي القطر اللي انتي عايزاه. ممكن تحبي تكبريها شوية، ممكن تحبي تصغريها شوية لو هتعمليها لبنت صغيرة، فزي ما انتي عايزة. خلاص، انا همشي حشو فوق كل عمود عندي او نص عمود عندي او غرزة عندي بس في الخيطين اللي انا وريتهم لك هنا دولت.
هقفل بمنزلق السطر وبكده اكون خلصت سطر الحشو. هبدأ اعمل سطر ارتفاع بنفس الغرزة. تمام، هرجع تاني للمنزلقة وهسحب الخيط من تحته، وغرزة الحشو اخر غرزة حشو هجيب من وراها الخيط بتاعي واكمل الغرزة. الثلاث خيوط بتوعي هاخدهم مع بعض. تمام، اول غرزة حشو هسحب الخيط، والحشو اللي قبله هسحب الخيط من جنبه واكمل الغرزة بتاعتي. اللي بعدها وهكذا لنهاية السطر. مفيش عندنا لا تزايد ولا حاجة. بس غرزة فوق كل غرزة حشو. دي اخر غرزة. تمام، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة عندي. طيب، المطلوب مني دلوقتي ان انا اعد غرزي عشان بس اتأكد ان عدد الغرز هنا قد عدد الغرز هنا. ولما اجي اشبكهم يكونوا قد بعض. طيب، دي المنزلقة اللي احنا خدناها خلفية. الغرزة اللي قبليها، تمام، هسحب المنزلقة دي تاني منها. تمام، طيب هرتفع سلسلة وهجيب الجزء الثاني فوق. السلسلة اهي، هدخل في الحلقة اللي المفروض ادخل فيها. تمام، ودي اول حلقة هدخل فيها، وهسحب الحلقة دي، اسحبها من اول حلقة ومن ثاني حلقة. اتفقنا؟ نعملها مرة تاني. انا بدل ما انهي شغلي عملت ايه؟ ثانية واحدة، دي المنزلقة خدتها خلفية، ودي اخر غرزة حشو. هدخل هنا واسحب الخيط ده. تمام، طيب هعمل سلسلة
وهسيب الحلقة دي. اول حلقة هشتغل فيها هنا، اي حلقة هدخل فيه الحلقة الخلفية، بعدين هنا دي غرزة الحشو اللي انا سحبت منها الخيط، هنا الحلقة دي اللي هما الخيط اللي انا سحبته مرة تانية، واجيب الحلقة اللي انا سايباها هسحبها من هنا ومن هنا. تمام؟ طيب، والغرزة اللي بعدها واسحب الخيط بتاعي منهم كله، ثلاث خيوط كله. ادخل من هنا الحلقة الخلفية هنا والخلفية هنا، وخيطي ورا اسحبه من الثلاث خيوط اللي على الابرة، وهكذا لحد ما اخلص المسافة اللي انا عايز اعملها السوستة. في ناس بتشتكي ليه الشنطة بتقلب وهي على كتفنا، ما تكبروش المسافة بتاعت الشنطة لو بتاعت السوستة. لو مسافة السوستة اكبر من المسافة المقفولة الشنطة هتقلب اكيد. تمام؟ نحاول نخليها يا اما في النص بالظبط يا اما اعلى من النص بشوية. لو عايزين تقسموا عدد الغرز على اتنين وتعملوها بالظبط اوكي تمام، بس انا بفضل ان هي السوستة تبقى اصغر شوية من المسافة اللي مقفولة من الشنطة. انا كده خلصت الشنطة بتاعتي، هفتح الخيط بتاعي هفنش الخيط ده جوه في قلب الشنطة. تمام؟ وبقي لي اركب السوستة. السوستة يا جماعة تتركب بالخيط والابرة. تمام؟ السوستة ما نشتغلش على السوستة، ما نشتغلهاش بالكروشيه فوق
فوق الشنطة، بتشتغل بنخيطها بالخيط والإبرة فوق الشنطة أو من جوه الشنطة. تمام، انا خلصت الخياطة، خياطة السوستة، ودي بقت الشنطة بتاعتنا. الكورد ده احنا كنا عملناه قبل كده مع بعض، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. اتمنى ان الشنطة تكون عجبتكم، التوفيق دايما، والسلام عليكم.